اسرع منه بيقدر يلعب عليه، بسدد على الان. لكن اللاعب بحب يلعب هيك بهيك تمبو، بحب يلعب هيك خطوره. 17 نقطة، 4 ثلاثيات لأحمد إبراهيم. مين برد عليه؟ الكنهار عم بيرد عليه لأحمد إبراهيم. الفارق عم يرجع ينزل لثلاثة. 88-85 قد ايه مهمة هالهجمة فريق الشاطير، وقد ايه مهمة دفاعيا لفريق بيبلوس. اللي رستم بمر الاحمر بسدد